يعرف مشروع إنجاز مطار وهران الجديد أحمد بن بلة وتيرة متقدمة في الأشغال التي فاقت 93%، منشأة من شأنها تقديم الإضافة اللازمة بطاقة استيعاب تصل إلى 3.5 مليون مسافر سنويا، مع توقعات تسليم المنشآت قبل نهاية السداس الأول من السنة المقبلة. مختار مذكور. منشأة بمواصفات عالمية، المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي بوهران أحمد بن بلة مكسب حيوي يليق بمدينة متوسطية. الهندسة المعمارية الراقية وتجهيزاته الحديثة يجعلانه بعد دخوله حيز الاستغلال المتوقع قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة دعامة ليس للنقل الجوي فحسب بل للاقتصاد الكلي للبلاد. صافي بليزير وحاجة زيادة لوهران، وكما يقول لك مليح المواطنين يستفدوا منها كاع، وان شاء الله تكون حاجه واخد اخرى ما خير منها ان شاء الله في هذا البلاد. هذا المطار ان شاء الله يمثل المعايير الدوليه كما المطارات الاجنبيه، ان شاء الله كما يقول لك يكون فعل خير على البلاد وعلى مدينه وهران. بمناسبه دوره العاب الابيض المتوسط هي شرف لنا، شرف لنا وشرف للجزائر وشرف لولايه وهران. المحطة الجوية الجديدة ومن خلال الشركة الجزائرية المكلفة بالإنجاز كوسيدار رفعت جميع التحفظات لتبقى فقط الأشغال الداخلية بعد أن استلمت كافة التجهيزات. محطة جديدة تقدر مساحتها 43.650 ألف مربع، طاقة الاستيعاب 3.05 مليون مسافر سنويا. هناك بنوك تسجيل 32 بنك للتسجيل، زائد على هذا هناك 5 لأجهزة الأمتعة، طول كل واحد فيهم يقدر طوله 175 متر. زائد على هذا كل سطح المطار، كل سطح المحطة الجديدة قدرت استيعاب 22% لنرجي ايكونوميك بالطاقة الشمسية. زائد على هذا هناك مركز للشحن تقدر استيعابته ب 4000 طن بارون سنويا، اللي سيرتيفي دانيامو ونصي سي 3. زائد على هذا هناك مرأب اللي تقدر استيعاب قدره استيعاب تاعها 2200 سياره، زائد مرأب ذات طوابق ل 1200 مركبه. هناك 6 ممرات تلسكوبيك لاول مره في مطار وهران احمد بن بلة. مشروع مطار وهران الجديد يعرف نسبه تقدم الاشغال فاقت 90%، الاشغال الكبرى تمت انتهاء منها، والمكلف بالانجاز شركة الوطنيه كوسيدار. تشغل بهذه المنشأة حوالي 400 عامل من مختلف تخصصات كلهم جزائريون. يذكر أنه فور دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة سيشرع مباشرة بعدها في إعادة تهيئة المحطة الحالية والتي ستخصص للرحلات الداخلية. التأخر. لاحظنا بأن كل المرافق العمومية يعني لا نولي جانب الصيانة والمتابعة والمرافقة الأهمية اللازمة. المرفق كي يطول كما نقولوا كي نمدد العمر الزمني للمرفق يجب أن نرافقه بأعمال صيانة دورية إن لم أقل يومية، وبالتالي فيجب أن يكون هناك تعاقد مع فرق احترافية، وإن كان لديكم طبعا الأشخاص أو العمال الذين ينتسبون لمديرية مطار وهران، فمن الآن يجب إخضاعهم لعمليات تكوين، إن في المجال البيئي، إن في مجال محافظة على الخضراء المساحات الخضراء، إن في بالنسبة لنظافة المطار داخليا أو بالنسبة لصيانة الأجهزة التقنية والإلكترونية التي نشاهدها موجودة حاليا، وخاصة بالنسبة لهذه الإضافة الجديدة التي تحدثون عنها، السقف الذي طبعا يعني كليا يسير بالطاقة الشمسية، يعني هذا الشيء 4000 لوحة شمسية، هذا شيء كما يقولوا إضافة تكنولوجية جد
يعني نعتبرها مفخره بالنسبه لنا ولشركه كوسيدار الوطنيه، يعني شيء هذا شيء اضافه نفتخر بها، وبالتالي فيجب مرافقه هذا المرفق بعمليات الصيانه والمتابعه اليوميه والدوريه، مما سوف يطيل طبعا في المده الزمنيه لهذا المرفق. وانا ألح على اعمال الصيانه والمتابعه والمرافقه، وهذا يحتم عليكم باش يكون عندكم الكادر البشري اللازم، كما نقولوا حتى بالنسبه للهيئه لازم يكون هناك كما نقولوا فرق بين المخول للمساحات الخضراء، المخول الاجهزه التقنيه، الاجهزه الالكترونيه، يعني نطوروا شويه حتى احنا في النظره تاعنا بالنسبه لتسيير المرفق العام. وهذا المرفق العام هذا يعني يطرح لنا عده مشاكل، باسكو بالمرفق العام الذي سوف نعيد اكتساب كما قلنا ثقة المواطن، وهذا يعتبر مرفق عام، المطار يعتبر مرفق عام، يعني بامتياز الصورة الأولى للجزائر ولمدينة وهران الباهية، وبالتالي نحن نلح على التسيير الأمثل لهذا المرفق.